كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ اليوم راح نحكي عن مشروع عملة راح تنطلق بعد يومين للتداول. العملة مشروعة إنشاء محفظة لا مركزية لتخزين عملاتك. العملة راح توفر تطبيق على جوجل بلاي وعلى اي او اس. العملة راح تنطلق للتداول بشكل مباشر، يعني راح يتخطوا موضوع الاكتتاب. عدد قطعة 650 مليون قطعة فقط. إذا أول مرة بتتابعني صديقي، بتمنى منك تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. دائما تذكر صديقي، اعمل أبحاثك قبل ما تدخل تستثمر بأي عملة. خلينا ننتقل للفيديو. مشروع سكاديا بروتوكول هو احد مشاريع الويب 3. انطلاق هالعمله راح يكون 21/6. سعر العمله راح يكون 5.2، وهذا هو العقد الذكي يلي راح تندرج فيه العمله. مشروع عمله سكاديا بروتوكول بيقوم على شبكه الويب 3. الويب 3 يلي اجى بديل للويب 2، يلي بيعطي ميزات جدا قويه على الويب لحتى يصبح عنصر مهم جدا في عالم التشفير وعالم البلوكتشين خاصة. مشروع العملة بينقسم لعدة أقسام. أول قسم إنشاء كريبتو واليت، إنشاء محفظة رقمية. المحفظة هاي راح يكون لها مفاتيح أنت راح تحفظهم عندك وتكون قادر على استعادة عملاتك في أي وقت، شبيهة بالتراست واليت، شبيهة بالميتاماسك. ايضا اطلاق منصة تداول لا مركزية، منصة سواب تقدر انت تعمل مبادلة لعملاتك شبيهة بالبانكيك سواب. ايضا المشروع راح يقوم على انشاء بريدج بين مختلف الشبكات، راح يقوم على انشاء جسر لمختلف الشبكات، يعني انت مثلا حابب تحول من شبكة ترون لشبكة بوليغان لشبكة ERC20، المشروع راح يحل هالمشكلة هاي وراح يقوم بعمل بريدج، تحويلات مالية بين الشبكات لحتى يضمن الخصوصية للمستخدم والحماية بنفس الوقت والتميز باللامركزية. ايضا في تطوير من ناحية المنتجات يلي بتقدمها عملة سكاديا. واهم ميزة انا بشوفها بيقدمها المشروع هي انشاء محفظة ويب 3 لامركزية، يعني ما حدا بيعرف ابدا هويتك، انت عم تخزن عملاتك ما بحاجة لتوثيق ابدا. هذا امر مهم جدا في مستقبل العملات الرقمية. إذا بننزل لتحت بنشوف الموقع أكثر، راح يكون في قريبا تطبيق للأندرويد أيضا للآي أو إس، تقدر أنت تحمله قريبا. طبعا هون الخطوات الأولى هي إطلاق المشروع، الخطوة الثانية إنشاء المحفظة وطرحها على مختلف المتاجر الإلكترونية. أيضا الخطوة الثالثة راح يكون الإدراج على منصات مركزية، راح يكون أول منصة ب 2023 الشهر التاسع، يعني بعد تقريبا سنة، وراح تتوالى كمان أيضا المنصات الكبيرة، وأشهر هالمنصات كوكوين والجيت آي أو. إذا ننزل لتحت بنشوف أيضا عندهم شراكات وأيضا عندهم تحديثات داخل المشروع. لحتى تشتري العملة راح تضغط على الانتقال للبانكيك سواب، راح نضغط على البانكيك سواب راح ينقلنا مباشر لشراء العملة. طبعا هون طالب مني هو ربط الموقع بمحفظتي حتى تظهر عندي رصيدي واقدر انا اشتري. طبعا هون مثل ما شايفين احنا العملة ما زالت ما اطلقت وغير مطروح التداول عليها. الاطلاق راح يكون 21 بالشهر. حتى العملة راح تعمل ايردروب على العملة قريبا، ممكن تستفيد منه الموضوع هذا. اذا بنشوف فريق العملة، هذا هو فريق العملة ورأيه بالمشروع، تقدر انت تطلع عليهم من خلال الموقع الخاص فيهم. لحتى نشوف مواقعهم على التواصل الاجتماعي، اذا ضغطنا لهون بننتقل عندهم على التليجرام، ايضا عندنا التويتر، كل مواقع التواصل الاجتماعي. بالمختصر اصدقاء، مشاريع الويب 3 لاقت رواج جدا كبير بالفترة الاخيرة وممكن يكون المستقبل جدا لها. دائما خلي محفظتك متنوعة بالمشاريع، خلي عندك تنوع حتى البول ماركت القادم ان شاء الله تستغل الصعود وتحقق ارباح رائعة. نفتح على تويتر الخاص فيهم حتى نشوف حجم التفاعل يلي موجود على تويتر. عندهم تقريبا 6000 متابع على التويتر. اذا ننزل تحت كاتبين هون قريبا اطلاق على بانكيك سواب. منشوف ايضا في عندهم تفاعل، يعني عندنا هذا المنشور هذا في عليه اكثر من 1000 تفاعل و 176 اعادة تغريد. دائما بحب ذكرك صديقي، دائما اعمل ابحاثك قبل ما تدخل تستثمر باي مشروع. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، الى اللقاء اصدقاء، فيديو جديد ان شاء الله.